السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على الصناعة وإنتاج العتاد الأشغال العمومية في الجزائر، وسوف نتكلم على شركة ان ام تي بي رائدة في إنتاج وتصنيع وتركيب الماكينات والعتاد في أشغال نتاع الأشغال العمومية، واللي يعود تاريخ إنشاؤها إلى أكثر من 45 سنة في سنة 1978 في إطار ما كان يسمى بشركة سوناكوم، شركة سوناكوم سوسيتي ناسيونال دو كونستركسيون ميكانيك يعني. وبعد ذلك في 1985 تم تقسيم شركة سوناكوم إلى عدة فروع، منها ثلاث فروع: فرع الشركة تاع لو ان ام تي بي المتخصص في الإنتاج إذن عدد الأشغال العمومية، وفرع آخر مخصص للشركات شركة لإنتاج سيارات اس ان في، وكذلك الفرع الثالث اللي كان شركة متخصصة في إنتاج الجرارات والعتاد الفلاحي. إذن هذه هي ثلاث شركات اللي تم التفرع منها من شركة سوناكوم، وهذا كان في 1985. وبموجب هذا يعني الإنشاء تاع الشركة الجديدة هذه تاع لو ان ام تي بي، تم عقد عدة عقود شراكة مع عدة دول، منها ألمانيا مع شركة ليبر، وكذلك شركة فرنسية شركة بوتا لتركيب وتصنيع الرافعات، وكذلك الشركة أمريكية كذلك في إنتاج بعض الآلات الميكانيكية الخاصة اللي كانت في يعني عند الأمريكان، عندهم يعني ريادة في هذيك الماكينات. إذن بعد ما دخلت شركة ان ام تي بي في شراكة خاصة مع الشركة الألمانية اللي كانت لها عندها الحصة الكبيرة في الشراكة مع ألمانيا، إذن شركة ليبر دخلت شركة ان ام تي بي الجزائرية في عهد نتاع النجاعة والجودة، حيث أنه الآن أصبحت شركة ان ام تي بي لديها أربع مصانع في إنتاج العتاد تاع الأشغال العمومية في كل من الجزائر وعنابة وقسنطينة. اليوم راح نتكلموا على مصنع تاع قسنطينة اللي يقع في عين سمارة، واللي ينتج العتاد تاع الأشغال العمومية إذن بشراكة مع ألماني ليبر اللي رائد عالمي في هذا الميدان. وكذلك للعلم أن الشركة هذه ان ام تي بي تشغل ما لا يقل عن 6000 عامل في المصانع الأربعة وفروع أخرى، فروع تجارية أخرى. إذن بدون ما نطول عليكم نخليكم تعرفوا على شركة ان ام تي بي عين سمارة التي يعني قطعت أشواط كبيرة هذه مدة 45 سنة. إذن أنا أترككم في رعاية الله وحفظه، وصحة فطوركم وصحة صيامكم، والسلام عليكم.